وفي مقابلة مع العربية تحدث المعارض القطري الشيخ عبد الله بن فهد الثاني أن سبب خروجه وعدد من أفراد الأسرة الحاكمة يعود لوجود ما وصفه بالاستعمار التركي والفساد المالي والإداري. ويعد الشيخ عبد الله أحد شباب أسرة الثاني الذين حضروا وعبروا بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا عن رأيهم بنظام الدوحة، كما كشف سابقا عن تعرضه لتهديدات تهدف إلى إسكاته. سبب خروجنا هناك اليوم أتراك واستعمار تركي، وإحنا نقولها سابقا لكن في التقارير الأخيرة أثبتت هذا الشيء، وكثير من الشعب ومن الأسرة الحاكمة مستاء من هذا الشيء، وفي الفساد المالي والفساد الإداري. وأشار إلى أن الفساد المادي في قطر رفع الدين العام إلى 700 مليار ريال قطري، والرقم في تصاعد. اليوم دين قطر العام وصل 700 مليار ريال، فهذا الشيء صعب يعني على قطر، مش سهل. والدين المشكلة ما يوقف، الدين في زيادة، يعني اليوم صندوق السيادي تميم بن حمد سيل الصندوق كامل وأخذ فلوسه، هذا ما حد يعرفه من الشعب. الشيخ عبد الله الثاني كشف عن العزم على تحرك قريب ضد اتجاه النظام القطري للحدن التركي والإيراني، وسيشارك في هذا الحراك معارضون من الداخل والخارج. والله هو إن شاء الله في تحرك، والتحرك اليوم احنا مش من اليوم بدينا فيه، من بداية الأزمة، وكل شيء يبي له وقت واحنا نجهز له، وفي القريب العاجل إن شاء الله يطلع للعلن وحق الناس كلها، وترجع قطر إلى حضنها الخليجي والعربي وليس إلى الحضن الإيراني أو التركي وغيره.